ثانية. وافق مجلس النواب على عدد من مشروعات القوانين المقدمة للجان المختلفة، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها اليوم. وضمت القوانين الموافقة عليها قانون التنظيمات النقابية وقانون تنظيم الهيئات الشبابية، إضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لعام 1943 بشأن المواريث. ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون نظام نائب الوزير، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون بشأن إنشاء محاكم الأسرة. ووافق المجلس على المادة المنظمة لاتخاذ الجهات المعنية للإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاء بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات.